نظيم شعراوي 1921 إلى 2010 ممثل مصري التحق للدراسة بمعهد خاص أسسه الريجيسير قاسم وجدي كما درس في المعهد العالي للفنون المسرحية ثم عمل فور تخرجه في مسرح رمسيس في نهاية الأربعينيات لينضم بعدها إلى المسرح القومي ويشارك في العديد من المسرحيات منها مدرسة المشاغبين شاهد ماش فيش حاجة وفي السينما شارك في عشرات الأعمال من أبرزها الواد محروس بتاع الوزير النوم فالعسل الدموع الساخنة كذلك له العديد من الأعمال التلفزيونية منها الأيام سبع صنايع إنها مجنونة مجنونة وافته المنية في عام 2010 إثر معاناة مع مرض الزهايمر.